إلى مدينة أخرى يتشابه الفساد فيها مع ما رأيتم، تبليط شارع وإكساؤه بمادة الإسفلت، لكن النتيجة تكسره بعد ساعات قليلة من الإكساء، وذلك لرداءة المواد المستخدمة والفساد المتغلغل في كل المشاريع الخدمية. حسام، اليوم تبليط جديد هذا بالرميثة؟ بس التبليط ماكو شوفه؟ اي والله نوع، شوف الزفت هاي نقره مال زفت هنا وروطان بيها، قلنا لهم هاي بيها روطان خلوا لها جل مو اسحقها بالله، خلنا نشوف هاي اسحقها. شوف يقولون هي هاي، هذا يقول هي هاي، قلت له ليش هيك؟ هذا هو يقول انا ما مسؤول عنها، خلي شوف المحافظ، خلي يجي يشوف المحافظ، يقول انا ابلغ وادرع تبليط ايش قد يصير فلوسه، حطوني في يد وامشي، ما لي علاقه بيكم. اول وحده سواق ماكو، اثنين هاي كلها روطان، شوفها وطبقه وحده زي المهندسين، مهندسين بالبلديه مسؤولين هنا، ماكو لا مهندس ولا مش حيطون فلوس، احنا نسوي حيطون فلوس، احنا نسوي مهندس، حيطون المعدات والفلوس احنا نسوي. خلصت الشركه ومش هتشوفها. والله ما ضيعها مثلا، هذا روطان وذيك روطان، بس هذا المكان له كله، هذا كله، هذا كله الشارع. طبعا طبقه واحده مو طبقتين، شوفه طبقه واحده مو طبقتين، وقبوري هم هنا طاقوا، قلنا لهم عليه وقالوا لا هذا مو من صلاحيته. خلنا نشوف والله قد مسوينا هذا، هسه صار ربع ساعه مبلغ.